أهلا وسهلا بكم في الدورة 13 لحفل جائزة الصحافة العربية. استقبلوا معي عريف الحفل الإعلامية فاطمة البناي. طوال 13 عاما لعبت جائزة الصحافة العربية دورا حيويا في صياغة مستقبل الإعلام العربي والعالم، ولم تتوقف يوما عن تطوير أدائها تشجيعا للإبداع والمبدعين. فالصحافة هي أولا وأخيرا جوهر الفكر وحرية الرأي والتعبير. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، الزملاء الأفاضل، على خشبة هذا المسرح توجت جائزة الصحافة العربية العشرات من محبي مهنة النزاهة والصدق، كما شجعت عبر السنوات الماضية مئات الأنامل في أرجاء المعمورة على الدخول في منافسة شريفة مع مبدعي الحرف والكلمة بعد أن صقلت أقلامهم. اليوم وبعد أن بات واضحاً للجميع الأثر البالغ للجائزة في حركة الصحافة العربية، يتجدد لقاؤنا في ربوع دبي، المدينة التي جمعت العالم في أنحائها محتضنة الإبداع والمبدعين في أمسية متميزة ترصع صدور ضيوفها بأوسمة الإبداع، مباركة ما قدموه من أعمال صحفية أضاءت صحف بلادهم في عالم صار الإعلام يصوغ فيه كل الأفكار ويبني القيم على اختلاف حروفها وصنوفها. السادة الحضور، ضيوف حفلنا الكريم، صرح إعلامي لطالما عبر عن هموم الناس وقضاياهم، عرف طوال سنوات طويلة بعطائه المتواصل منذ بواكير شبابه، وترك بصماته الواضحة في تاريخ العمل الإعلامي الحر والنزيه. شاءت الأقدار أن يغيب عنا في واحدة من اللحظات الحاسمة في تاريخ الأمة العربية التي كان مهووساً ككثيرين من أبناء جيله بهمومها وأمالها وطموحات أبنائها، شخصية ستظل حاضرة بيننا بذاكرة عطرة. أربعون عاماً مضت لم تكن البداية سهلة، فقد كان القائمين على إصدار الجريدة تحريرها ثم نقلها بالطائرة، لكن الشعور الطابع بالمسؤولية تجاه الوطن كان أمضى عزماً وأشد تصميماً. كانت التضحيات ضريبة العيش بكرامة، وكانت الصعوبات حوافز إلى المستقبل الرغيد، وهي تقف شامخة بما حققته في ميدان الصحافة من تقدم، وفخورة بما أنجزته من إقبال القراء عليها وتفضيلهم لها. الليلة تزيح أمسيتنا الستار عن سنابل أثمرت إبداعاً بلونها الذهبي، كاشفة عن نبراس الكلمة الحرة، فرسان جائزة الصحافة العربية. بطاقة شكر نقدمها عرفاناً للجهد المحايد الكبير الذي بذله أعضاء لجنة الفرز ولجنة التحكيم البالغ عددهم 61 محكماً، وأيضاً من مجلس الإدارة الذي ضم نخبة من أعلام الصحافة وقادة الفكر من مختلف أرجاء الوطن العربي، ليتشارك جهدهم الجماعي في اختيار فرسان هذه الدورة من جائزة الصحافة العربية. Thank you.
رحبوا معي بالإعلامية وفاء الكيلاني في جائزة الصحافة الاستقصائية. السيدات والسادة الحضور، مساء الخير. الصحفي الاستقصائي يدخل بقدميه أحياناً أعشاش الدبابير ليأتي بالخبر من فم السبع، وقد يوقظ الأسد النائم في عرينه ولا يؤمن بالمثل القائل كما نقول في مصر: ابعد عن الشر وغنيله. تمنح هذه الجائزة، جائزة تحقيق تمنح الجائزة دي لأفضل تحقيق استقصائي يتناول موضوعات أو ظواهر جديدة في قضايا الرأي العام في جميع المجالات لسنة 2013، على أن يكون اعتمد هذا البحث على الموضوعية والتجرد حتمياً. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ ضاعن شاهين، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية. يتفضل مشكور على المسرح لتكريم الفائز. أهلا وسهلا. أما المرشحون عن هذه الفئة فهم: بسمة محمد من صحيفة الصباح المصرية، إيمان الوراقي من صحيفة اليوم السابع المصرية، عزة مغازي من صحيفة الشروق المصرية، والفائزة هي إيمان الوراقي من صحيفة اليوم السابع. رحبوا معي بالإعلامي ريكاردو كرم في جائزة الصحافة الإنسانية. الحضور الكريم، مساء الخير. لطالما كانت الصحافة مرآة، ودور الصحفيين أن يعكسوا ما يلاحظونه كي يراها المجتمع. أبطال هذا النوع من الصحافة على خلاف زملائهم قد لا نجدهم في المكاتب وراء الأجهزة والحواسيب المتطورة، أو في المؤتمرات والميادين المعتادة، وإنما نراهم في مواقع الأزمات والكوارث، يخاطرون بأنفسهم ويضحون بممارسة السهل من المهنة لنقل صوت المتضررين وصورهم المنسية. ويحسب لفئة الصحافة الإنسانية التي استحدثت في العام 2012 أن ساهمت في دفع الصحفيين والصحف العربية للاهتمام بهذا النوع من الكتابة. تحظى هذه الجائزة للدورة الثانية على التوالي برعاية المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ويشترط في المتقدم لهذه الفئة أن يكون قد عايش أو رافق ميدانياً الأحداث وتفاعل معها ونقلها بأمانة للرأي العام. أدعو الأستاذة سكينة فؤاد، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، للتفضل إلى المسرح لتكريم الفائز.
المرشحون عن فئة الصحافة الإنسانية هم أحمد مدياني من مجلة مغرب اليوم، نور الحياة الكبير من صحيفة وقت الجزائر، وهبة صلاح من صحيفة الأهالي المصرية. والفائز معنا بالجائزة لهذا العام هو أحمد مدياني من مجلة مغرب اليوم. رحبوا معي بالإعلامية جيهان منصور في جائزة الصحافة السياسية. أسعدتم مساءً في ليلة عربية يملأها الإبداع والإنجازات المشرقة، ليلة تنثر السعادة وترسم الابتسامة وتولد شعوراً بالاعتزاز في أرجاء حفلنا هذا. فليس كل ما يجري بين جدران وطننا العربي صراعاً وأحزاناً وأزمات، ثمة هنا في دبي دروس أخرى نتعلم منها، نتعلم منها جميعاً، وتكلل ليلنا بالفخر والسلام. حضورنا الكريم في ليلة الأقلام، ننتقل وإياكم إلى الفئة الساخنة، إلى جائزة الصحافة السياسية، والتي تمنح لأفضل تحليل أو مقال سياسي منشور خلال العام 2013، على أن يتناول الموضوع قضية راهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السائدة، ويظهر فيه جلياً عمق المعرفة والقدرة على تقصي الحقائق، بالإضافة إلى سلامة الطرح وقوة المرجعية التاريخية. رحبوا معي بالدكتور عبد الإله بالقزيز، عضو مجلس إدارة الجائزة، للتفضل مشكوراً بتكريم الفائز. أما المرشحون عن فئة الصحافة السياسية فهم منال لطفي من صحيفة التحرير المصرية، مروى الفودة، محمد السيد وسامح الكاشف من صحيفة الأهرام المصرية، عمرو بيومي من صحيفة الإمارات اليوم. أما الفائز معنا بجائزة هذا العام هو عمرو بيومي من صحيفة الإمارات اليوم. الحوار الصحفي تقدمها الإعلامية هبة الأباصيري. مساء الخير، أجمل وأطيب التحيات لكل الحضور الكريم. اسمحوا لي في البداية بدقيقة واحدة بس أنقل لكم فيها أمانة شايلها معايا من مصر لحد هنا. شكر واجب وتحية حب وتقدير وعرفان من المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، قادة وحكومة وشعب، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشكر الموصول لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وإخوانهم حكام الإمارات، وكل المحبة والدعاء لروح سمو الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي غرس في أبنائه مكارم الأخلاق وأوصاهم بمصر خيراً، فقد ترك لنا خير خلف لخير سلف. مش هطول عليكم ولا طول. والآن عودة لجائزة الحوار الصحفي. يحمل هذا النوع من الفنون الصحفية بين جنباته بعضاً من تفاصيل حياتنا القائمة على الحوار مع الآخر، ويعتبره الكثيرون من الكتاب والصحفيين مقدمة للفنون الصحفية الأخرى. وتمنح هذه الجائزة لأفضل حوار صحفي نشر في إحدى الصحف أو المجلات المطبوعة أو الإلكترونية العربية خلال العام 2013، على أن يكون العمل الحواري متقن الإعداد عميق البحث مع قدرة الصحفي على استخلاص معلومات جديدة. وقد فاز في هذه الفئة 11 مبدعاً على مدار الدورات الماضية. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ رائد برقاوي عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية ليكرم الفائز بجائزة الحوار الصحفي. والمرشحون لنيل هذه الجائزة عن هذه الفئة هم ياسر رزق من صحيفة المصري اليوم، محمد صبح من صحيفة عكاظ السعودية، أحمد الخفاجي من صحيفة الزمان العراقية، والفائز هو ياسر رزق من صحيفة المصري اليوم. الصحافة الاقتصادية تقدمها الإعلامية فاطمة الزهراء الضاوي. الحضور الكريم، مساء الخير. هي مرآة تعكس وضع اقتصاد البلد ومستوى المعيشة فيه، وتحت مظلتها يبذل الكتاب الاقتصاديون جهودا كبيرة في البحث والتمحيص في ثنايا الأرقام للكثير من الشركات والمؤسسات، حيث تكمن مهمة هذا النوع المتخصص من الصحافة في نقل وتحليل وتفسير التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وأيضاً تغطية أداء الشركات ونشاطاتها، ودراسة الأسواق والتغييرات التي تفرضها علينا الأزمات المالية السياسية الاجتماعية والطبيعية. أيضاً تمنح جائزة الصحافة الاقتصادية لأفضل تحليل أو مقال أو تحقيق متصل بالشؤون الاقتصادية منشور في إحدى الصحف أو المجلات المطبوعة أو الإلكترونية العربية بالعام 2013، على أن تتوافر في هذه الأعمال المعرفة الاقتصادية، قوة التحليل ووضوح الفكرة بحيث يستوعبها غير المتخصصين في المجال الاقتصادي. فلنرحب بالأستاذ خالد المعينة عضو مجلس الإدارة ليكرم الفائز بهذه الجائزة. والمرشحون عن فئة الصحافة الاقتصادية هم مصطفى عبد العظيم من صحيفة الاتحاد الإماراتية، محمد الجماعي من مجلة الإعلام الاقتصادي اليمن، يوسف البستنجي من صحيفة الاتحاد الإماراتية. أما الفائز بالجائزة هذا العام 2014 هو
مصطفى عبد العظيم من صحيفة الاتحاد الإماراتية. نرحب معا بالإعلامية رابعة الزيات في فئة الصحافة التخصصية. مساء الخير، من بيروت مدينة الحرية والنور إلى دبي مدينة الانفتاح. حصدت هذه الفئة على مدار الدورات الماضية نصيب الأسد بعدد الفائزين بواقع 33 صحافية وصحافي، نظراً لاختزالها أكثر من تخصص ولون ضمن فئة واحدة. وتمنح للتحقيقات والتحليلات والتقارير في الحقول كافة من البيئة والصحة والطفل والمرأة والتقنية والعلوم وغيرها من الموضوعات غير المدرجة في فئات الجائزة الأخرى، على أن تعرف الأعمال بالموضوعات والقضايا المختارة تعريفاً عميقاً وواضحاً وشاملاً، بحيث يتسنى لغير أصحاب المجال معرفة الموضوع أو القضية، كما يفضل استخدام الصور والبيانات الدلالية التي تدعم قوة الموضوع. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، للتفضل إلى المسرح لتكريم الفائز. المرشحون عن فئة الصحافة التخصصية هم السيد أحمد هاشم عاشور من صحيفة الإمارات اليوم، مجلة لغة العصر المصرية، السيد أشرف جمعة من صحيفة الاتحاد الإماراتية. أما الفائز فهو مجلة لغة العصر المصرية، ويتسلم الجائزة رئيس تحريرها الدكتور عادل اللقاني. رحبوا معي بالإعلامي هيثم الحمادي في جائزة الصحافة الرياضية. مساء الخير، هي دائماً عنوان التحدي والمنافسة الشريفة بما تملكه من قدرات على نشر الوعي والأخلاق الرياضية، إلى جانب دورها في نقد الظواهر السلبية داخل الملاعب الرياضية وخارجها. تمنح جائزة الصحافة الرياضية لأفضل تقرير أو تحقيق أو ملف يعالج شؤون الرياضة العربية على أن يكون منشوراً في إحدى الصحف أو المجلات المطبوعة أو الإلكترونية خلال العام 2013. ويشترط في الأعمال المرشحة أن تتسم بالعمق والابتكار والتماسك وجمال الأسلوب، وأن يثري الموضوع الحركة الرياضية في الوطن العربي وينمي الروح الرياضية والتنافس الشريف. أدعو إلى المسرح الدكتور عبد الناصر النجار، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، للتفضل بتكريم الفائز. المرشحون عن فئة الصحافة الرياضية هم مسعد عبد الوهاب من صحيفة الخليج الإماراتية، إبراهيم موسى من صحيفة النادي السعودية، نبيل فكري وأسامة أحمد من صحيفة الاتحاد الإماراتية. الفائز بهذه الجائزة هو مسعد عبد الوهاب من صحيفة الخليج الإماراتية.
معي بالإعلامية ليليان داود في جائزة الصحافة الثقافية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. الثقافة هي ليست مجموعة من الأفكار نفكر بها أو نكتبها فقط، بل هي سلوك وطريقة عيش في كافة جوانب الحياة، ولطالما أيضاً استعملت للدلالة على الرقي والتقدم الفكري والاجتماعي والأدبي. يحصل على جائزة الثقافة أفضل مقال أو تحليل أو نقد يتناول الآداب والفنون بمختلف أشكالها، وعلى أن تكون الكتابة التحليلية والنقدية في مجالات الآداب والفنون. أدعو الأستاذة عائشة سلطان عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية لتتفضل إلى المسرح لتكريم الفائز. تفضلي. أما المرشحون عن فئة الصحافة الثقافية هذا العام هم السادة أسامة كمال من مجلة العربي الكويتية، الأستاذة مريم الصريدي من مجلة زهرة الخليج الإماراتية، والأستاذ شريف صالح من صحيفة النهار الكويتية. أما الفائز بالجائزة هذا العام شريف صالح من صحيفة النهار الكويتية.
الإعلامية لجين عمران في جائزة الصورة الصحفية. مساء الخير جميعاً. طبعاً أيضاً نمسي على مشاهدينا في سمد بي، ونشكر الفنان الرائع محمد اللي أبدع بهذه اللوحة، ونقول أهلاً وسهلاً فيك في مدينة الإبداع، مدينة مش الأحلام إنها مدينة الواقع. وعلى طار النجاح طبعاً هو ما شاء الله نجح في هذه اللوحة الرائعة. اسمحوا لي أقول هذه الكلمة، يومياً وأنا متوجهة للميديا سيتي مقر الـ MBC أقرأ جملة يومياً بشكل دائم تعطيني طاقة إيجابية، وهي عبارة عن أنه النجاح رحلة، كل ما وصلت إلى قمة تطلعت إلى قمة أخرى. وأنا سعيدة جداً أني اليوم أكون متواجدة أمام قائل هذه الكلمات الشيخ محمد بن راشد، وأكيد نكرم أشخاص على نجاحاتهم. دائماً نسمع أنه الصورة تعبر عن 1000 كلمة وهي لغة العصر، وكم من صورة أبلغ من مقال. لذلك فإن جائزة الصورة الصحفية تمنح لأفضل صورة صحفية نشرت إما في إحدى الصحف أو المجلات المطبوعة أو الإلكترونية العربية خلال طبعاً العام الماضي 2013، على أن تكون الصور معبرة عن الإحساس العام بالموضوع وتتمتع بقيمة فنية وتعبيرية، وينبغي أن يكون مضمون الصورة واضح الدلالة. وقد فازت بهذه طبعاً الجائزة على مدار الدورات الماضية 13 عدسة مبدعة، وما زال الإبداع طبعاً مستمر. أدعو إلى المنصة الأستاذ عبد الحميد أحمد عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية للتفضل للمسرح لتكريم الفائز. والمرشحون عن فئة أفضل صورة صحفية: محمود إبراهيم عليان من وكالة ديموتكس، أشرف محمد نصار من وكالة أنباء صفا، عمار جميل عوض من وكالة رويترز للأنباء. أما الفائز ونقول مبروك لعمار جميل عوض من وكالة رويترز للأنباء، مبروك. الخير وأهلا فيكم. عندما يكون النقد هدفا تصبح السخرية وفي بعض الأحيان المبالغة أسلوبا، أما الواقع فهو الملهم دائما. يحلو لنا جميعا تسميته بالفن الساخر لما له من قدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانا. تمنح هذه الجائزة لأفضل رسم كاريكاتوري نشر في إحدى الصحف أو المجلات المطبوعة أو الإلكترونية العربية خلال العام 2013، على أن تتميز الرسوم الكاريكاتورية بأصالتها وقدرتها على التأثير وإيصال الفكرة مع جودة الرسم والجرأة في الطرح. اسمحوا لي أن أدعو أيمن الصياد عضو مجلس إدارة الجائزة للتفضل إلى المسرح لتكريم الفائز. أما المرشحون عن فئة الصحافة للرسم الكاريكاتوري فهم: رشاد السامعي من صحيفة الجمهورية اليمنية، عامر الزعبي من صحيفة البيان الإماراتية، نواف الملا من صحيفة البلاد البحرينية. والفائز هو، كلنا بالانتظار، عامر الزعبي من صحيفة البيان الإماراتية، ويتسلم الجائزة بالنيابة عنه الأستاذ علي شهدور مدير تحرير الصحيفة. مساء الخير. يقال بختامها مسك، وأكيد الشباب هو مسك الحياة. ضيوفنا الكرام،
بهدف تحفيز الطاقات الصحفية الشابة دون 30 عاماً على الإبداع، وجدت هذه الفئة لتشجيع الطاقات الشابة على التقدم بأعمال مبتكرة وغير تقليدية في شتى المجالات، على أن يقدم البحث أو المقال رؤى جديدة ويطرح حلولاً للظاهرة أو الموضوع. ويشترط أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل في صحيفة أو مجلة أو مطبوعة أو إلكترونية. تسمح هذه الفئة للمتقدم بترشيح 5 نماذج من أعماله نشرت خلال العام 2013. كما يمكن للمؤسسات الصحفية أن تقوم بترشيح من ترى فيهم المؤهلات للفوز بالجائزة، وهي الجائزة الوحيدة التي تكرم 3 فائزين. اسمحوا لي أن أدعو إلى المنصة الأستاذ ضياء رشوان، نائب رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، للتفضل بتكريم الفائزين. والمرشحون لجائزة الصحافة العربية للشباب هم عزيز الحور من صحيفة الأخبار المغربية، محمد أبو قمر من صحيفة الرسالة الفلسطينية، رجاء بطاوي من مجلة مغرب اليوم، عماد أستيتو من صحيفة هسبرس المغربية، محمد أحداد من صحيفة المساء المغربية، وسامي المودني أيضاً من صحيفة المساء المغربية. والفائزون لهذا العام هم عزيز الحور من صحيفة الأخبار المغربية، محمد أحداد من صحيفة المساء المغربية، وسامي المودني من صحيفة المساء المغربية أيضاً. لقب بفيلسوف الساخرين واحتل مكانة في قلب وعقل القارئ العربي. نجح بنقده اللاذع وعباراته الجريئة ذات القالب الطريف في نقل هموم الناس وتوصيل أصواتهم إلى صناع القرار، ما أهله لحمل لقب ضمير الوطن. ولد عام 1928 في الإسكندرية وحصل على ليسانس الحقوق. أثناء دراسته الجامعية شارك في إصدار مجلة أخبار الجامعة التي تعرف من خلالها على عملاقي الصحافة العربية الأخوين مصطفى وعلي أمين. اكتشف عمدا الصحافة موهبته الاستثنائية في الكتابة الساخرة، فمنحاه الفرصة لتقديم عمود بعنوان نص كلمة، ما لبث أن تحول إلى أحد أهم الأعمدة الصحافية وأكثرها قراءة وأعمقها تأثيراً منذ ظهوره في العام 1968. ارتبط اسمه بابتكار شخصيات كاريكاتيرية عديدة عبرت بأمانة عن أحوال الناس وتطلعاتهم، ونالت قبولاً واستحساناً جماهيرياً واسعاً. وإلى جانب شغفه بالكتابة الصحفية ألف العديد من الروايات، تحول جانب منها إلى أعمال درامية. تحول اسمه إلى علامة مسجلة غير قابلة للتقليد في عالم الكتابة الساخرة. الفائز بجائزة العمود الصحفي الأستاذ أحمد رجب. أدعو
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليشرفنا إلى منصة التكريم. أدعو إلى المنصة الأستاذ محمد توفيق لاستلام درع جائزة العمود الصحفي الخاص بالكاتب القدير أحمد رجب. شخصية العام الإعلامية والتي تمنح لشخصية قيادية مخضرمة ساهمت في دعم مسيرة الإعلام العربي عموماً وفي بلدها بشكل خاص، لنتابع هذا الفيلم القصير والذي يحمل بين جنباته مشاهد وملامح هذه الشخصية. من فلسطين إلى لبنان إلى الإمارات، رحلة عمر حافلة بالعطاء والتميز. درس العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على البكالوريوس سنة 1965 وعلى الماجستير عام 1975. عمل مساعداً لمدير إدارة الاستعلامات في وزارة الإعلام والثقافة، ثم تولى إدارة العلاقات الخارجية عام 1976، وبعد عام كلف بتأسيس وكالة أنباء الإمارات. ترأس وفد اللجنة التحضيرية لإنشاء وكالة أنباء أوبك في جنيف. شارك في الاجتماع الأول لوزراء الإعلام في دول الخليج العربية، إلى جانب اجتماعات جميع المؤسسات المنبثقة عنه. تولى الإشراف على تحرير الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتولى كذلك الإشراف على أول موقع معلومات إلكترونية عن الدولة باللغة الإنجليزية. يشغل اليوم منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، ويشرف على إدارة وكالة أنباء الإمارات. رحبوا معنا بشخصية العام الإعلامية الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن العابد. جميع الفائزين لالتقاط صورة جماعية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. نتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي الإبداع وملهمه، كما نشكر جميع الإعلاميين وكل من شرفنا بحضور هذا الحفل، ونهنئ جميع الفائزين بفئات جائزة الصحافة العربية للدورة 13، وإلى لقاء آخر العام المقبل بإذن الله، والجائزة في خدمة الإعلام العربي. كل عام وأنتم والصحافة العربية بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.